عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار الترجي الرياضي التونسي: غضب بسبب الهوني والمجموعة تحذر. يواصل الفريق تحضيراته لمواجهة السبت في ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة من مجموعة رابطة أبطال إفريقيا، واللي باش تجمعه بنجم الساحلي. الترجي اللي عاد بنقطة ثمينة من الجزائر وقدم مردود محترم رغم بعض الأخطاء اللي تحدث عنها الجعايدي، واللي وعد بتداركها في المباراة القادمة باش يكون مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السبت، لأن الجعايدي يدرك جيدا أن المواجهتين المرتقبتين أمام النجم هذا السبت ويوم 11 مارس ستحددان بنسبة كبيرة تأهل الفريق إلى الدور القادم. تأخر انطلاق الموسم الرياضي الجاري في بدايته ثم الراحة المطولة اللي أجبرت عليها كل النوادي عوامل ستساهم في ماراثون من المباريات، خاصة الفرق المشاركة في المسابقتين الإفريقيتين. فالترجي يلعب بالسبت الفرد في الجزائر وقبل ذلك في تونس، ثم يستضيف هذا السبت النجم في رابطة الأبطال، ثم جولة تدارك في البطولة الوطنية أمام حمصوصة يوم 2 مارس المقبل، وبعدها كلاسيكو البطولة في صفاقس أمام النادي المكان يوم الأربعاء 6 مارس، ثم مواجهة النجم من جديد في رادس يوم 11 مارس في رابطة الأبطال. الترجي يملك من الرصيد البشري ما يسمح له بالتعامل مع ضغط المباريات، لكن في الحقيقة باش يعاني كثيرا على مستوى الإصابات. كلما حاول الترجي الاستفادة من جناحه الليبي حمدو الهوني خاصة في المباريات الحاسمة، إلا وتعرض اللاعب إلى إصابة تجعله يتغيب من جديد ويقضي أغلب الوقت في التأهيل. هذا اللاعب اللي ينتهي عقده في جوان 2023 أصبح عبئا ثقيلا على الترجي، بما أنه يكلف خزينة نادي جيرايا منتفخة ومنح عالية دون الاستفادة منه. الهوني يلعب مواجهتي جالاكسي وبلوزداد، ثم أثبتت الفحوصات أنه يعاني من إصابة باش تجبره على عدم مشاركة في مواجهتي النجم. وحسب الكواليس القريبة من الترجي، فإنه بعض الجهات الفاعلة في الفريق تشعر بالغضب بسبب الفحوصات اللي أجريت على الهوني، واللي أثبتت أن الإصابة ليست حديثة وإنما حصلت مضاعفات لإصابة قديمة، وهو ما جعل الجميع يفكر في أن الهوني قد أصيب على هامش مشاركته في الترابس الأخير مع منتخب بلاده، لكنه أخفى الأمر عن مسؤولي الترجي. تنتظر جماهير الترجي بفارغ الصبر موعد السبت 26 فيفري للعودة إلى المدرجات وتشجيع الفريق بالتزامن مع مواجهة الإتوال في رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي كان تحت طائلة العقوبة من قبل الاتحاد الإفريقي اللي حرم الفريق من جماهيره بعد أحداث نصف نهائي النسخة الفارطة أمام الأهلي المصري، وقد انتهت العقوبة وبالتالي سيعود جمهور الترجي إلى ملعب رادس. لكن ما يغيب عن البعض من الأحباء أن الترجي مهدد بعقوبات أخرى ستكون قاسية المرة المقبلة، بما أن الفريق يواجه عقوبة المنع من جماهيره من مباراتين مع تأجيل التنفيذ، وبالتالي ستكون عيون الاتحاد الإفريقي على الجماهير أمام النجم، وهو ما جعل مجموعة الأحباء يطلقون تحذيرات لكل الجماهير منذ بداية الأسبوع من أجل الالتزام بروح رياضية وتشجيع الفريق فقط دون أي إخلالات قد تكلف الفريق الحرمان من جماهيره في بقية المشوار القاري.